دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. إيه هو البي سي آر تيست، اختبار البي سي آر، وإيه الوحدات اللي بيتقاس بيها؟ البي سي آر تكنيك أو طريقة لقياس الـ RNA أو الـ DNA في الفيروس أو الكائن الحي، بيستخدم في الطب في تشخيص الفيروسات والأمراض الفيروسية المختلفة، وبيستخدم في الحياة الأخرى القانونية في تحديد الأبوة، تحديد الجاني وما إلى ذلك، وبيستخدم طبعا في الأبحاث والأمور العلمية. إيه بقى فايدة البي سي آر؟ بي سي آر ده تكنيك، طريقة إنه يضاعف آلاف المرات عدد وحدات الـ RNA اللي موجودة في العينة. عادة الـ RNA اللي موجودة في العينة بشكل طبيعي صعب جدا إن أي تحليل يكتشفها، ولذلك البي سي آر شغلته إنه يخلي يعمل دوبليكيت، نسخ 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 من هذه الكمية، بحيث تصل إلى آلاف مؤلفة من المرات، وبالتالي يمكن أن تكتشف بالتحليل. وحدة القياس بالنسبة للبي سي آر نوعين، وحدة دولية IU International Unit، وعدد النسخ كوبز. عدد النسخ كوبز، يعني ممكن نقول كذا وحدة دولية أو كذا نسخة. مثال في تحليل الكبد الفيروسي بالدم، بنقول النتيجة مثلا 1000 وحدة دولية أو 3000 نسخة. بالنسبة للوحدة الدولية في مثالنا الكبد ب، فيروس الكبد ب، الحد بتاعنا اللي هو لازم ناخد عنده إجراء أو يعني الحد الخطر هو 2000 وحدة دولية أو 8000 نسخة، اللي هي أما المريض يوصل لها يبقى لازم ياخد علاج ولازم يتخذ معاه إجراء لتحسين حالته. أقل من 2000 وحدة دولية أو أقل من 8000 نسخة بتعتمد على وظائف الكبد، بتعتمد على في تليف ولا لا. دي نبذة سريعة عن البي سي آر ووحدات القياس بتاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتين وبس. معلومة طبية.